مرحبا بكم في ضربة حرة، ومعنا كابتن محسن سيد المدرب العام للمنتخب الوطني. مرحبا بك في ضربة حرة، ومبروك في البداية فوز المنتخب السوداني على منتخب الأنغولي 3 نقاط غالية رغم أنها كانت صعبة جدا. مبروك للشعب السوداني، أفتكر أن الشعب السوداني بيستاهل الفرح. يعني شعبي بيعاني كثير وبيعاني كثير، بيعاني من إحباطات كثيرة جدا. فأنا أفتكر أنه كل ما يلقى لي حاجة بتفرحه دي حاجة كبيرة وحاجة عظيمة. يعني ونحن كلنا ساعين أنه نحن كل مرة نزعده وكل مرة نفرحه على الأقل الفرحة البسيطة دي. يعني أنت شفت كيف الفرح عم، يعني نحن كنا في الإستاد وبعد ذاك مشينا الفندق وبعد ذاك مشينا الأحياء بتاعتنا كلها كانت احتفالات كلها حتى من داخل البيوت. يعني فنفتكر أنه الشعب السوداني بيستاهل الانتصار. شعبي صابر، شعبي غوي، وشعبي نتمنى انه كل مره زي ما قلت لك يعني نديه فرحه. نعم. طيب محسن سيد، خلينا نضعك طوالي في انك اعتذر لك طبعا لتاخير. انا في ارتباطات اول مره اكيد عافيناك اول مره تتاخر. طيب رايك شنو في 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 المباراه فنيا كمدرب عام؟ كويس. احنا كجهاز فني حضرنا الكوره بتاعت موريتانيا، الجابون والكونغو. طبعا كره موريتانيا دي ما احنا اساسا بدينا معالجه الاخطاء من هناك وبدينا الشغل النفسي اكثر. يعني لانه انت خساره ثقيله، ثلاثه يوم فريق، ثلاثه يوم بالضبط كده وتمرينين، يعني صعبه جدا انك تتعالج فيها علاج جذري. يعني لكن حضرنا كره الجابون وحضرنا كره الكونغو. نفتكر انه الكونغو لعبت كره فيها كبيره جدا لكن عدم التوفيق. كره طبعا كره فيها توفيق طبعا فيها حظ. يعني فالجابون لقت لها فرصتين، منها واحده كورنا واحده الهدف. يعني الكونغو تقريبا استحواذ 70% ولا اكثر من كده، وفرص كثيره جدا لقتها واهدرتها كويس. ان احنا لو حاولنا انه احنا نلعب معاهم، والناس كلهم طبعا بينتقدوا انه يقول لك اللعب كانت هي مسيطره، الكره ما بقت سيطره، الكره بقت انك تحرز اهداف، كيف تتعالج بالكاونتر. ونفتكر انه الطريقه اللي لعبنا بها هي طريقه مثاليه جدا وطريقه مناسبه جدا للكوره. فهمنا انه احنا نمرق على الاقل اول ربع ساعه بانه نحرز هدف بعد ذاك، لانه لو لعبنا لعب مفتوح مع الكونغو طبعا مشكله. اول حاجه دوري الكونغو دوري قوي، اللعيبه اغلبيه محترفين، المدرب ذاته جايين مدرب على مستوى في 2-3، جاي من دوريات قويه جدا. انت لو حاولت تتغارن كوره يعني حاولت تتغارن ما تلقى، ما في مقارنه. لو لعبنا معاهم بنفس طريقتهم اللي بيلعبوا بها معناتها احنا حتكون مشكله. يعني فنحن عارفين امكانياتنا احنا اللي بنلعب بها شنو. فعلا قدرنا اول ربع ساعه نحرز هدف دقيقه 14 ودقيقه 17 حاجه زي دي، حرزنا هدف. بعد ذاك احنا قفلنا اللعب لحد انتهى الشوط الاول. الشوط الثاني بعد ذاك بقينا برضه قلنا احنا نجيب جون على اساس انه نعمل هدفنا ده. قدرنا نحرز هدف بعد ذاك احنا رجعنا لطريقتنا. نفتكر انه احنا لعبنا بعقلانيه، لعبنا تكتيكيا. يعني احنا الجهاز الفني مبسوطين جدا من الفريق لانه على مستوى عالي لعب تكتيكي، نفذوا لنا اللي احنا طالبين منهم بدقه شديده. اي في هنات في حاجات في ودي كرة القدم. يعني انت بتكون في اخطاء بتحاول انت تصلحها لقدام. يعني ما احنا ما تيم دريمس، اول احنا ما قد لعبنا 100% الطريقه. انا افتكر انه احنا في هنات احنا بنحاول نصلحها لحد ما نصل ان شاء الله شهر 6 لسهل العاج بنكون وصلنا للتيم بتاعنا. طيب الناس بتتكلم عن 7 شهور للجهاز الفني الحالي، وبعد اخفاقات البطوله العربيه والناس كلها تتكلم عن المنتخب ومعدل الاعمار وكده، جاء المنتخب في 7 شهور اول انتصار الان أو الكونغو، ده هو الانتصار للمنتخب على فكرة. كل التعادلات والخسارات والكلام اللي بيتقال على إنه معدل الأعمار، لسه في معدل أعمار كبار في المنتخب، حتى في لاعبين كانوا غايبين عن ناديهم زي مصطفى كرشون في المباراة الثانية ما كان جاهز، ما كان ممكن يكون في أفضل منه. كلام كثير عن بعض النقاط في التشكيل أو في الاختيارات، إنه الجهاز الفني نفسه ما كان موجود في الأربع مدن بتاعت الدوري الممتاز، وبالتالي في لاعبين ظلموا وفي لاعبين كان المفروض يكون أفضل. نريد نسمع رد السيد أكرم. وطبعا إحنا ما ملائكة في النهاية، إحنا بشر يعني بنغلط وبنخطئ وبنصوب وبنصلح وبنقعد مع الناس عشان نعرف أخطائنا وين. إحنا ما وبنتقبل النقد. إحنا ما قلنا إحنا عندنا ناقصة العلم ولا نحن احسن ناس ولا عندنا، لا نحن بنصل بالتدريج. ونحن قلنا ده تيم مستقبل، ما قلنا تيم الليله، وما قلنا الليله حنجيب كاس العالم ولا الليله، لا ما في كلام زي ده. نحن بنحاول نعالج في اخطاء.
التيم ده من 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 تصفيات كاس العالم ما فاز ما مننا نحن بس يعني صحيح. تصفيات كاس العالم بعد ذلك جاءت الدوره العربيه بتاعت الدوره العربيه بعد ذلك جاءت الدوره الافريقيه كانت استثنائيه طبعا لانه اسبوع يعني احنا مسكنا او اسبوعين بالتحديد على تيم جديد بنحل احنا بدايتنا من يعني انا افتكر انه بدايتنا من التصفيات بتاعت كاس الامم حتى لانه تصفيات كاس الامم الافريقيه كنا نحن في حاله طوارئ يعني ما التيم اللي نحن ناي لكن بعد ذاك نحن بقينا نرتب بعد ذاك من من انتهاء التصفيات بقينا نرتب اعاده الترتيب ما بتصهر في يوم وليله ولا بتصهر في مباراه ولا في مباراه بنتغرب ثلاثه بنغلب بنتعسر بنتصلح بعد ذاك لحد ما التيم يستقر انا افتكر انه نحن اسي ماشيين على انه التيم يستقر يعني بدينا خد اللي بنات بعد التيم لحد ما نحن نصل صحيح العاج ان شاء الله التيم بيكون استغرى بيكون وصل الحاجه اللي احنا دايرينها لكن ما في يوم وليله احنا بنحلم ولا بنغزل ولا بنقول ان احنا خلاص احنا الليله بكره ما حنتغلب ولا بعد لكن ان احنا غايتنا دايرين نصل لساحل العاج وان شاء الله حنصلها دايرين نصل للحته دي بتاعت ساحل العاج جميل هاي حنلقى عثرات ونستعد ثاني مجموعه صعبه صراحه يعني جابون الكونغو انا قلت انه تقع مع غانا مع نيجيريا احسن انك تقع مع الكونغو مع الدول لان دي منتخبات طموحه موريتانيا منتخبات كلها معدله في الفيلم ماشي لين ايوه عاوز تطلع يعني ما تلعب معاك يعني تلقى غانا تلقى يعني مسترخي قدامك شويه لكن ما تلقى تلعب مع الجابون بعدين انت تعال شوف موريتانيا نحن انا مسكت وانا بالمناسبه قلت الكلام ده قلت في عالم الرياضه يوم الكوره عملوا علي غافي قلت لهم كدنا نشوف موريتانيا الكوره كلها اللي ورا ما حصلت غلبت قريب وما تغلبت نهائيا في الماتش كان بالذات كان عشان تصير نهائي الماتش ما خسر ما خسر ما عشان كوره بس يعني عشان كوره بس ما هو ظاهر ان احنا في كورتنا التحكيم ظاهر بس التحكيم بيلعب صراحه دور كبير وحتى ما حتى ما درج بمباراه كان الشريف لما يعني استضافه تكلم عن انه الحكم ركله الجزاء والجزاء المنتخب السوداني كان موجوده الجزاء كانت للموريتانيا كانت غير صحيحه وهدف الضروري نفسه ده صحيح عندنا والدين عندنا بلنتي لكن برضه ما زي ما قالوا هديه ما شمع طيب الفتره القادمه الان 4-3-3-0 السودان دخل المنافس بقوه بعد تعادل الجابون مع موريتانيا أيوة. طيب القادم التجديدات القادمه المباراه الوديه القادمه للاتحاد السوداني نفسه وتحضيراته لكم لانه انتوا بنهايه يعني ممكن تلعب انت مباراه مع منتخب زي مثلا الجابون وتلعب مع منتخب اقل فتلعب مباراه وديه على مستوى عالي عشان زي لو افضل يكون احسن حاولنا نحن في الفتره اللي فاتت دي حتى مثلا المنتخبات انت عارف داير شنو داير تكاليف قروش داير دولار كتيرة. داير أيوة. دولار حار زي ما يقولوا الجماعه بالذات حار في السودان السودان يعني فانت بتشتغل على حسب امكانياتك يعني انا افتكر انه المنتخب ما حق الاتحاد العام حق البلد كله حق الشركات حق الحكومه اول حاجه لانه ده بيحمل علم السودان بيقولوا لنا النشاط الوطني طبعا فده المفروض الهم الاساسي بتاع الدوله يكون برضو زي الكهرباء وزي المويه المنتخب برضو صحيح. بنفس صحيح. الطريقه بنفس اللي نعم. فنفتكر انه المنتخب مفروض يكون اولويه عند الدوله يعني ما يدفع لنا حق الطياره ويفرحوا اديك حاجه كامل يعني كامل اديك حاجه أسي أي منتخب أي منتخب طيارته قاعدة جنبه أي منتخب طيارة خاصة طيارته الخاصة في أي لحظة تسافر نحن مرة واحدة جابوا لنا خلاص كأنه عملوا علينا كأنه منا يعني دي حاجة عادية جدا بالنسبة لك أنت توفر توفر للحاجات الأساسية من مرتبات كلها من جوازات جوازات الخارجية دي دبلوماسية دي كل حاجات طيب الخطه شنو المباراه الجايه كويس نحن حنلعب اول حاجه مع بوروندي في الشان دي اللي هي في شهر 8 رسميه هي اعداديه في نفس الوقت ايوه بعد ذاك انت حتلعب شهر 9 نحن اسي راجين الرزمانه بتاعت الدوري ينتهي على اساس ذات اس البلاء في المنتخب ذاته اثرت عليكم بصراحه اثرت الدوري عشوائي في الكلام ده لا مش كده ما هم ما عندهم حل كمان هم مضغوطين انت مطلوب منك انت تنهي موسمك المقلوب ده عشان تستعدل مع الناس ما كل سنه كان قالها مثلا سيد كل سنه ما هو يعني 200 هاربنا من قصدين الاستثنائي والرزمانه والسنه الجايه والله هم ديل ان شاء الله يكون اخر سنه ان شاء الله ان شاء الله ما تحصل لنا كورونا ثاني ولا امطار ولا خريف العالم كله يا مسن الكورونا ما في السودان بس في العالم كله هل تاثر الدوريات بالكورونا لا ما تاثر ليه احنا يعني كملها احنا ما دي السودان كمل يعني كمل
فنحن هسه دايرين نشوف الرزمانة على اساس انه بعد ذاك بعديها طوال نطلع على البرنامج بتاعنا. حيكون عندنا معسكر داخلي ومعسكر خارجي. حيكون عندنا اقل حي مباراتين قبل كره بروندي. كويس. مباراتين ثلاث مباراتين، واحده رسميه واثنين جات. ايوه مباراتين. بعد ذاك طبعا انا متوقع انه هسه يكون المدير الفني مجتمع مع الاتحاد السوداني، مع الاتحاد السوداني هسه بعد شوي الساعه 1 على اساس انه يشوف الساعه 2 ماشي الساعه 3 ماشي سنه تاخرت يا كذا ما حد كويس. طيب كابتن محسن، الجزئيه الاخيره الهجوم على مدرب المنتخب الوطني، كان انت ولا كان برهانتيه ولا احمد النور كمان الهجمين هجوم شيء جدا ضعف في صفحه مصطفى 20 ما اعرف يعني بيجيبوا صوركم الثلاثه بيقولوا احمد النور دير ما شبهك، يعني اتكلم بصراحه على السوشيال ميديا يعني. فعايزين نعرف يعني ليه الهجوم الكبير على الجهاز الفني، رغم انه يعني صح احنا بنتكلم عن في 7 شهور ما كان في نتائج ملموسه، لكن برضه كمان الدوري وفي حاجات كثيره ممكن تاثر عليكم. كويس. احنا قلنا احنا ما عندنا مشكله في الهجوم، يعني لو تحليل يعني او نقد. في فرق بين النقد وفي فرق بين الهجوم الشخصي، يعني صح. اي نزير بابكر نظارته دي ما عارف ماله صلعته منوره وصلعته ده دي ما عندها علاقه بالحياه الشخصيه. صحيح. هاي دي ما عندها علاقه. انا احنا دايرين زول يقول لنا والله يا اخي تعالوا انتوا محمد مصطفى ده لعبتوا ليه ما على ابو 20 احسن منه، لانه على ابو 20 لعب 20 كوره ومحمد مصطفى لعب كوره واحده كده، يعني هاي تعال نحلل الانقض. صحيح. ما عندنا مشكله. صحيح. بنقعد مع وبالنا طويل بنقعد مع اي زول، وفعلا لو هو رايه صح احنا بنقول له رايك صح. ما احنا قلت لك ما عندنا ناس علم، يعني ما ملائكه يعني في النهايه. احنا بشر ودايرين الاحسن ودايرين نتطور وكل مره بنتطور على الاحسن. فاحنا ما عندنا مشكله في النقد، لكن اما الحاجات الشخصيه دي فانا ما عارف لا تنظر لها. يعني انا مثلا اقول لك كلام المنتخب نفس الاغلام اللي بتتكلم تهاجم في فريق قومي ده. الفريق قومي التصفيات قبل سنتين منها وصعد كان اول كره له مع غانا مش كده، ومغلوب 3-0. جاء الخرطوم هنا على عكس الناس كلهم يقفوا معه، حتى احنا وقفنا وجينا التمارين بتاعتنا صح وجينا وقفنا ورفعنا من الروح المعنويه بتاعت الشباب والناس وقفوا مع الفريق. ما في النهايه مسينا والفريق الغامي ده او قلنا للناس يا جماعه ما تهاجموا الناس اقفوا معاهم، ولسه ده ماتش يعني ولسه ده اول ماتش كويس. الحصل شنو؟ ما هو بنفس الطريقه الفريق ده اتغلب 3. ليه الهجوم ونفس الاقلام اللي كان بيدافع عن الفريق القومي اللي اتغلب 3 بقت هاجمنا احنا ليه؟ يعني المشكله شنو؟ ما هي الا مشكله شخصيه او مشكله انت بتقدر تحارب الاتحاد العام. الاتحاد العام ما تحاربه من الفريق القومي، الاتحاد العام عنده شغل حارب اي حاجه صح. يعني عنده حاجات ومشغول اي حاجه، لكن ده فريق قومي بيمثلك يا اخي. انت ما ممكن في نفس يوم المباراة في مدرب كمان مش مباراة يخسر دي ما في نفس يوم المباراة يعني زي تكتب انه اغالة الجهاز الفني في نفس يوم المباراة وتسيء للجهاز الفني كويس. والجهاز الفني ده يركز وحيلعب فرضنا انه بيقرا، يعني الجهاز الفني قرا وقالوا دي ما مشكله برا. انت دار بعدك تعالج للجهاز الفني حتى بتقدر تعالج للعيبه في حين انه احنا درنا عليه هجوم سلبي المباراة بعد 3 يوم. يعني نعم نفس اليوم ما بعد 3 ما هي مباراة 3 يوم يعني انت هاجمنا قبل يومين من المباراه. لا 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 في نفس اليوم نفس يوم في نفس يوم ما بموريتانيا في نفس يوم هنا الكاميرا ابو هاجمنك انت الصباح وقالوا حيغيلوك والقبليه ضغط نفس عادي طبعا اكيد. عموما انتوا ناس عنده خبرات طويله، كانت مباراتيه كان السيد كان احنا متعودين من بنلعب يا نزير احنا بنلعب ما في زول والبيان بالعمل يعني قد ما قدموا انتوا قد ما الناس تكون راضيه عنكم. فبالتوفيق ان شاء الله. شكرا لكم حسين سيد على وجودكم اليوم، وانا بعدك انه بعيدك انه انا ان شاء الله اكون معك مره جايه ما قصرت ان شاء الله. شكرا العافيه. شكرا لحسين سيد مدرب عام المنتخب الوطني لنا التوفيق لمنتخبنا السوداني. احنا زي ما نقول ما بننتقد المنتخب لما يخسر الانتقاد الكبير، خساره موجوده كره القدم، ولا بنجي كمان نطبل المنتخب ونقول ما شاء الله المنتخب بقى احسن منتخب في العالم، لانه لسه في مباراه قدام. لكن المنتخب الان في وضعيته جيد وقادر على المنافسه في مجموعه صعبه، ونتمنى بالتوفيق ان شاء الله. فاصل قصير ثم نعود بجزئيه اخيره عن نادي الهلال، وسيكون معنا واحد من المرشحين للانتخابات القادمه صابر شريف الخندقاوي في اخر جزئيه من هذه الحلقه من ضربه حره بعد قليل.